أسرة العظيم محمد الموجي جمعت عدد كبير من النوت والملحوظات اللي هو كان بيكتبها بخط إيده. خلينا نبتديها واحدة واحدة، واستأذنكم تقولوا لي إيه اللي موجود في أوراق الموجي اللي كانت يعني مقفولة من سنين. من حبي فيك يا جاري. هو اللي عاملها. حورية حسن. حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. بخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. دي سلمولي على مصر. هو عمل أغاني كتير لصباح، أغاني كتير حلوة. طيب ما تعزف لنا حاجة من أغاني صباح يا أستاذ يحيى، وبعد كده نسأل هل حقا كان في مشروع زواج ما بين محمد الموجي مع صباح؟ لا. لا 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 لا. أيوة. لا طب لا لا ما حصلش. حصل ايه لي ايه يا مين؟ حصل. لا لا حصل. هي كانت بتحبه جدا بس ما كانش فيه مشروع. هي نفسها قالت. قالت ايه؟ قالت الاستاذ الموجي عرض عليا الجواز بس انا رفضت عشان ام امين صاحبتي. والله يعني كان في مشروع. دي معلومه والله اول مره اعرفها دلوقتي. ما هو استاذ امين اللي هو مره راح هو يقع على الحاجات اللي ما تقعوش عليها. بالظبط. هو عايز ما وعاش على الكلام ده. بفتحه بحبك بكسره بشده، بفتحه بحبك بكسره بشده، ريضم روحي روحي جنبك، انا حاسه بحبك مش نكره، يمكن من قبل انت ما تدري، انا حاسه بحبك مش نكر، يمكن من قبل انت ما تدري. سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي. سلام امانه والنبي، سلام امانه والشوق امانه والنبي، سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش،
وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.